اهلا بحضراتكم من جديد. كل طلاب الثانويه العامه دلوقتي مستنيين اعلان نتيجه الثانويه العامه، خصوصا بعد كلام كتير عن مؤشرات في مواد زي الكيمياء والفيزياء. الحقيقه الفتره دي دايما بتكون من الفترات الصعبه اللي بتواجه الطلبه، وبيكون فيها ارق، بيكون فيها عدم تركيز، كل واحد قاعد يفكر يا ترى هيجيب المجموع اللي هو عايزه ولا لا، يا ترى المجموع ده هيدخله الكليه اللي هو نفسه فيها ولا لا. عشان كده احنا النهارده عايزين نعرف ازاي نساعد الطلاب على اختيار الرغبات، وازاي نديهم فرصه انهم يختاروا ويقرروا الكليه اللي هم عايزينها، وكمان يقدروا يستقبلوا النتيجه حتى لو المجموع مش هو اللي هم مستنيينه. مظبوط ولا ايه؟ طبعا ده احنا عايزين نوجه رساله ليهم ولاولياء الامور كمان، انه مهما كان المجموع اصل خلاص اللي حصل حصل، فاللي جاي لازم نتعامل بقى مع الواقع. ايا كان مجموعك، ايا كانت رغباتك قبل كده، هتكيف رغباتك بحسب المجموع اللي انت جبته، لانه مفيش قدامك بديل. النهارده طبعا معانا الدكتوره سمر كشك، استشاري الصحه النفسيه، عشان تكلمنا ازاي الطلبه تستعد لاستقبال النتيجه، وازاي نساعدهم وهم يساعدوا نفسهم كمان في اختيار الرغبات. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الفل. يا اهلا بحضرتك. موضوع انتظار النتيجه ده بيكون صعب قوي. هو مرهق للجميع، والله يكون في عونهم كلهم بصراحه، بس انا جاي اطمنهم. ليه؟ اولا المستقبل ملوش اي علاقه بالثانويه العامه. اللي هيشتغل ايه ملوش علاقه بمجموعه نتيجه الثانويه العامه كانت ايه. وما هتيجي تقدم في شغل بعد كده مش هيقول لك كنت جايب مجموع ايه في الثانويه العامه. مظبوط. هيقول لك انت عملت ايه، درست بعد كده ايه، بتفهم في ايه، مرنت نفسك ومهاراتك كانت ايه. فحب اطمنهم قبل النتيجه، يعني استمتعوا بالوقت بتاع الاجازه، لان بعد النتيجه هتتلخموا في وقت التنسيق والكليه، وخلاص الدراسه هتبقى على دخول، فمش هتلحقوا تاخدوا اجازه. استمتعوا باجازتكم، ده اول جزئيه. الجزئيه الثانيه ان الولاد اللي قاعدين ياملوا ويطمحوا في مجموع عالي، ووهم الكليات القمه، واننا هي الكليه دي اللي انا عايزها وكفى ومش هدخل غيرها، ده نحطه على جنب شوية. لأن شوف أنت بتحب إيه وادخله، ملوش دعوة بالنتيجة. طيب أنا نتيجتي جت مش زي ما أنا كنت بتمنى، أو كان حلمي أن أنا أدخل كلية معينة، لا، أنت ممكن بعد ما تخلص الكلية وحصلت على شهادة جامعية اعمل دراسات تانية في الحاجة اللي أنت بتحبها. صحيح. وكنت بتميل ليها، وجايز يكون ليك في اللاين اللي ربنا اختاره لك الخير، ما ممكن تكون يعني ليك مستقبل متخطط بشكل مختلف خالص. وكتير مننا عمل كارير شيفت بعد مدة كبيرة من التخرج والعمل في الشغلانة اللي احنا اتخرجنا بيها، عملنا كارير شيفت وشوفنا الحاجة اللي بنقدر اننا ندي فيها. المهم ان انت تكون ناجح وبتعطي، مش شرط تكون خريج ايه. طيب دكتورة، بعيدا بقى عن النتائج، وبعيدا عن هو هيبقى عايز كليه ايه والنتيجه جات له ايه فهتوديه كليه فين، الاهالي هم اللي بيبقوا بريشر او بيمثلوا وسيله ضغط على الولاد اكتر من الولاد نفسهم. لو ما توفقوش قوي في المجموع، الولاد بقى بيشوفوا ايام صعبه جدا من ان اهاليهم يفضلوا لهم ما انت لو كنت ذاكرت، انت لو كنت سمعت، اقعد بقى من دلوقتي استعد للسنه الجايه في الجامعه. الضغط الشديد جدا ده ينفع يستخدم كتحفيز للمستقبل ولا لا؟ ده ضغط ممكن يكون بيكبل طاقتهم الابداعيه وبيخليهم خلاص احبطوا ومش عايزين حاجه بقى تاني خالص. لا طبعا، ولا بيخليهم يبدعوا، ولا بيخليهم يبقوا راضيين وبيبقوا قاعدين ناقمين على حياتهم ومتضايقين. لازم ارضى، انا خلاص اللي حصل حصل، يعني ده حدث فات. يا دكتور ايه، ساعات بيبقوا متغاظين الاهالي، حتى لو متغاظ انا خلاص انا عرفت ابني عمل ايه وعرفت ان هو تعب، حتى اللي ما بيذاكروش برضو ذاكروا في اخر ايام، برضو تعبوا، برضو جروا ورا نفسهم. ايا كانت النتيجه انا راضيه بيها، ومش شرط يا جماعه النتيجه تكون هي دي المجهود اللي بذله. لا، ربنا بيعطيك المجهود اللي بذلته في حاجه بعد كده، يعني هتاخد يعني رزقك وهيبقى كويس ان شاء الله، بس نصبر. الاهالي تطمن ولادها، تقول انا راضي، انا عارف ان انت عملت اللي عليك. الكلمه دي هتطمن وهتريحه وهتخليه يبدا يفكر في الكليه بنفس راضي. تفتكر مش اي حاجه وخلاص الكلمه دي ما بتقلقش؟ ما يبقاش الولد قاعد مترقب، ده مخبي لي ايه، ده بيفكر لي في ايه لما ما انا اطمنه. ما انا مش هقول له انا راضي واسيبه. لا، انا هطمنه انا راضي وتعالى نختار كليه تانية. لازم الاقي بدائل.
ما هي الدنيا ما اتبنتش ان انا يا ده يا ما فيش، لا اتبنت ان انا ما توفقتش في ده، عندي مليون بديل. يعني عندي اختيارات كتير قوي، مش شرط تكون هي دي وكفى. يعني اذكر قصه جميله لعميد كليه تجاره في جامعه ما، استضافوه وقالوا له لو انت رجع بيك الزمن كان امنيتك؟ قال لهم كان امنيتي ادخل كليه الطب، وكنت بكرس مجهودي كله لكليه الطب، وبعد ما ربنا اكرمني بكليه تجاره ومشيت فيها وتفوقت فيها، لو رجع بيا الزمن مش هختار كليه الطب، هختار تجاره. يعني كان اختيار من الاول ربنا كان صح. ولقى نفسه ابدع، ممكن تكون انت نفسك في حاجه بس ابداعك هيبقى في حاجه تانية. فخليك انت خلاص عملت المجهود، بذلته وتعبت وكل حاجه، ربنا مش هيضيع تعبك ابدا، بس اهم حاجه ان انت ترضى وتبدا تفكر على طول انا هعمل ايه. لازم يكون لك صحيح. خطط بديله، يكون مجهز البدايل. زي ما قلتي مثلا ممكن يكون مجموعك يدخلك كليه وانت فكرك عايز تروح لحاجه تانية بعد ما تخلص دراستك، ممكن كمان تستفيد من اللي درسته في الكليه في مجالك حتى لو كان مجال مختلف. طبعا اكيد، سواء لغه مثلا اخذتها او تجاره او اي حاجه، هي طريقة التفكير اللي بتودينا في سكة مختلفة. يعني طريقة تفكيري ان انا يا دي يا هقعد في البيت، يا اما هعيد ثانوية عامة، يا اما التفكير اللي هو المحبط ده هو ده اللي ممكن يودينا في طريقة في سكة مش كويسة. لان يا ما اكم من ناس عادوا ثانوية عامة وجابوا نفس المجموع تقريبا او اقل، ضيعوا وقت على الفاضي، فضيعت سنة من عمري على الفاضي. لا بالعكس، خلاص أنا هختار حاجة تناسبني خلاص في الوقت الحالي وتناسب مجموعي، وأنا عارف بعد كده إن مش بالمجموع خالص خالص، بعد كده ده بتاع ربنا تماما، وإن أنا أبذل مجهود إني أبقى مبدع. إني لازم أدي بصمة في المكان اللي خلاص بقيت فيه. افرض إن أنا تخرجت من كلية من كليات القمة وبقيت طبيب خايف، في حاجه اسمها كده يا دكتوره؟ يعني مع المستجدات الجديده ومع الكليات الجديده ومع التخصصات الجديده ومع الذكاء الاصطناعي اللي داخل يعمل لنا شقلبان ولا شقلباز في كل التخصصات، في حاجه اسمها كليه قمه وكليه غير قمه؟ انا رايي القمه الناجح في مجاله، لان انا ما اعرفش اعيش من غير المحاسب، ما اعرفش اعيش من غير المحامي، ما اعرفش اعيش من غير يعني اي مهنه انا محتاجاها. فكلهم قمه في نجاحه وانه يحقق لي الخدمه اللي انا عايزاها. يعني كلنا خدمات لبعض، الدكتور محتاج المحاسب ومحتاج المحامي ومحتاج وكيل النيابه، كلنا محتاجين بعض. فليه اصنف ده طبيب ان هو ده كليه قمه والتاني كليه اي كلام؟ لا كله زي بعضه. المهم اللي ينجح انك تكوني بارزه في الحته اللي انت رحتيها. انا هبذل مجهود جبار ان انا ابقى موجود، انا هنا، انا صح، انا بدي خدمه مميزه. انا بعمل حاجه ما حدش عملها قبلي، مش شرط انا خريج ايه، الشرط ان انا وصلت لايه. حتى لو حد بيعملها قبلي اكون انا بعملها باتقان يعني او بتميز. ما انا كل واحد فيه برضه سنه كده مختلفه عن التاني. يعني انا حضرتك بتقدمي والاستاذ بيقدم، كل واحد مميز. انتوا الاثنين شغالين شغلانه واحده بس كل واحد مميز بطريقته، مميز بكاريزمته، مميز بالحاجات اللي هو يعني بيشتغل عليها علشان يبقى باين. فمش شرط ان انا، ما في طبيب ممكن ابقى خريج كليه قمه وابقى خايب، ما بعرفش اشتغل، ما اتمرنتش على نفسي وما اشتغلتش على نفسي عشان ابقى طبيب مميز. ممكن اكون مهندس وبرضه ما عملتش حاجه جديده، يبقى انا ما حدش استفاد مني. الاهم الاستفاده. صحيح. مين استفاد مني اقصى استفاده واحسن استفاده؟ واللي كنت بكلم حضرتك فيه انه ممكن تكون مثلا انت دخلت درست وخدت لغه وده ما كنتش محتاج ان انت ده، يعني ده ما كانش غرضك او هدفك، كنت محتاج تدخل كليه ومجموعك ما جابش، فدخلت مثلا وليكن اداب انجليزي، فدرست انجليزي وبقى معاك لغه هتنفعك في مجال شغلك التاني اللي انت عايزه ده بعد ما تخلص دراستك. صحيح. درست علاقات عامه هتنفعك في مجال شغلك، لان العلاقات العامه متداخله في كل القطاعات. فيعني ايا كان المجموع بتاعك دلوقتي والكليه اللي انت هتدخلها، تاكد انك هتستفيد من الدراسه فيها، وبعد ما تخلص الدراسه عندك امكانيه وحريه انك تنتقل وتجرب دراسه مجال اخر. عايزين نساعد بقى الطلبه في اختيار الرغبات. اعتقد الموضوع ده بيكون صعب جدا على الطلبه وعلى الاهالي، وهل الاهالي ليهم دور في الموضوع ده ولا ده خاص بالطلبه فقط؟ لا، في اهالي بتفرض حاجات تقول لك يا تدخل دي يا هغضب عليك. لا، هو سيبه هو يختار، هو خلاص وصل لمرحله كويسه انه يقدر يختار ويقدر يعرف هو عايز ايه.
المجموع تمام، انا هعمل حسابي في المجموع، اعمل حسابي ان انا اقلل الغربه على قد ما اقدر، اخد كليه قريبه مني، لان كله بعد كده سواء. انا اللي هيفرقني عن زميلي ان انا ابقى خدت دراسات بعدها، خدت دورات بعدها، اشتغلت على نفسي، شفت انا محتاج ايه، شفت اخر حاجه وصلوا لها واشتغلت عليها وتقدمت عنها دي، فاغرب نفسي بلاش. لو اقدر ان انا اكون في كليه في نفس المحافظه بتاعتي يكون افضل. الكليات يا ريت الاهالي ما تتدخلش في اختيارها، ادي بس نصيحه اوسع مجال لافق ابني. صحيح، في طلبه كتير ما بيبقاش فاهمه او مش عارف ازاي، انا هقول له دي بتاعت ايه ودي بتطلع فين ودي بتعمل ايه. واغلب الولاد دلوقتي طبعا النت مخلي الدنيا مفتوحه عن الاول كتير. لو انا عارف، لان في تخصصات كتير جديده الولاد هم اللي عارفينها والاهالي مش عارفينها. صحيح، يعني في كليه الذكاء الاصطناعي دي طلعت السنه اللي فاتت، كتير من الاهالي ما كانوش يعرفوها والولاد اللي شرحوها. فاقعدوا مع اولادكم بعد النتيجه بالراحه خالص، ارجوكم بلاش تعنيف، لان وقت التعنيف خلص. يعني ما عادش ينفع اقول له كنت عملت البكاء على لبن المسكوب مش هيرجعه تاني. ابتدي بقى اعمل خطط ان انا هبقى ايه، هوصل لايه. انا عارف انك شاطر وعارف انك مبدع وعارف انك تعمل حاجه كويسه، طب ما تيجي نشوف دي. حتى لو ما هوش شاطر وحتى لو ما هوش مبدع، ده كده بحفزه انا ولا بعيشه الحته الحلوه في ممكن الدعم الزياده ممكن يخلي الولد يعيش في الوهم انه خلاص انا تمام قوي ومش محتاج اعمل مجهود زياده. ما في ذكاء للأم والاب في الحته دي، ان انا عارف ان ابني مثلا بيحب الرسم مثلا ودخل كليه التجاره، فانت هتخلص تجاره وانت بتحب الرسم، طب ممكن يعني تشتغل على نفسك شويه، تاخد كورسات وحاجات من دي وتشتغل في الديكور لو انت بتحب الرسم وتحب الديكور. يعني ده مثلا ده مجال. انا عارف ان ابني محتاج حسابات عشان فلوسه كتير. والله مش هيستفيد من دراسه التجاره. هي شوف، هو كل واحد اما بيتخرج من كليه يقدر يستفيد منها زي ما حضرتك قلت. بس الاهالي بتقفل الدنيا قوي، لا انت كده دي نهايه العالم. لا، هو زي ما هي قالت ان انا ممكن اقول لابني واعمل له البحر طحينه زي ما بيقولوا والدنيا جميله قوي، وهي مش كده. وابقى ضيعته بدل ما حفزته. انا هديله اللي انا شايفاه فيه، يعني انا شايفاه بيعرف يرسم فعلا، فاقول له بعد كده ممكن نعمل دراسات في موضوع الرسم ده، حتى وانت في الكليه ممكن تعمل دراسات فيها، ممكن تشتغل على نفسك، ممكن تتمرن اكتر، خد كورسات بره، خد كورسات في الاجازه. انا عارف ابني، انا قادره واحده بولادي هم مبدعين في ايه ويقدروا يدوا فين. فبلاش ان انا لا احبط قوي ولا اوسع الدنيا قوي واخليها حلوه، لكن اجيب له نماذج. اجيب له نماذج ناجحه درست مثلا كليه معينه هو ما يكونش عارف عنها حاجه دلوقتي، وانا وهو بيختار الرغبات بتاعته اشوف له نماذج نجحت في هذا المجال، او حد كان في كليه يعني اللي ما دخلش كليه كان بيحبها، اجيب له نماذج ناجحه في كليه هو كان ما بيحبهاش ودخل كليه تانية، فشوف اما دخل اللاين ده. يعني عندنا كتير من الامثله ان انا اقدر ادي لابني امثله حيه عشان هو يبقى اقرب له الصوره. يعني برضو كتير من الولاد مش كلهم افاقهم واسعه وكلهم يعني فاهمين الدنيا. احنا عندنا مقارنات دايما خصوصا بين الشباب في العيله. أرجوكم بلاش بلاش، ابن عمك دخل مش عارفة إيه، ابنت خالتك مش، لا بلاش دي خالص. هو كل واحد ليه إمكانياته وليه حاجاته، قدراته العقلية كمان. خلاص، أنا واللي حصل حصل. يعني أنا ما هقول له، هقول لها بنت خالتك مثلا جابت مجموعة أعلى منك، هي مش هتروح تعدل المجموعة. خلاص اللي حصل، اللي عملته ان انا احبطت بنتي وخليتها قاعده تعيط، لا عارفه تنجح بنجاحها ولا عارفه تفكر في الكليه، وزعلت من بنت خالتها. انا وقفت وضيعت لها بقى، وكرهت بنت خالتها كمان. ده اوقات بيكرهوا بعض. تقول لك انا يعني هتجنب القعده اللي هي فيها عشان ما يقارنونيش بيها. فبلاش، كل واحد ليه قدراته، ومحدش عارف المستقبل هيبقى عامل ازاي. انا اشتغل دايما على المستقبل، ما اشتغلش على اللي فات، خلاص بقى ده ضاع. كل شغل يبقى على المستقبل. صحيح. وعلى الخطط البديله. طيب، يعني حالات نادره لانه ما بقاش حد يقدر يعني يمشي كلامه قوي زي ما كان في الاجيال القديمه، لكن في حاله ان حد من الطلاب اهله دفعوا دفع ناحيه كليه معينه هو ما كانش حاببها، يتعامل ازاي في السنين اللي جايه لو هو ما كانش حاسس ان هو قادر يدي في الكليه دي لكن هو دخلها بالفعل؟ للاسف انا شفت نماذج كتير في السنين اللي فاتت، ولاد بعد سنه واتنين حولوا، لان لا هي قدراته ولا هي، خصوصا الكليات العمليه. بلاش تضغط على ابنك يدخل كليه عمليه لو هو مش حاببها، لان الكليه عمليه عايزه مجهود
بيروح فيها وقت كبير جدا جدا، بيدخل سكاشن عملي، فلازم يكون حاببها وداخلها برغبته. اللي ما بيدخلهاش برغبته مش هيقدر يقعد فوق ال 12 ساعه في الكليه يدرس حاجه ما بيحبهاش. طب ومفيش ما يعني النتيجه مش هتبقى حلوه. يعني كنت قاعده مع ام وقالت انا دخلت ابني صيدله غصب عنه، استخسرت المجموع، بس ابني بيسقط في كل المواد. طب انا ضيعت منه سنه، هو مش قادر فعلا يواكب الدنيا، مش حابب الحاجات دي. قال انا ما بحبش الكيمياء، انت دخلتيني في حته انا ما بحبهاش، انا ما كنت ما بصدق اخلص الثانوي علشان ما اخدش المواد دي، فمش عارف يمشي فيها. طب معلش دكتور، عذرا المقاطعه، بعيدا عن الكليه، ده بيأثر على سلوكه بعد كده وبيأثر على قدرته على اتخاذه للقرارات، بيعمل هزه جواه نفسيه يخليه شخص قد يكون بقى اعتمادي او ما يكونش قادر ياخد قراره بنفسه لما يحصل له صدمه زي كده، انه يتم اجباره وبعدين يحبط زياده فبعدها ما يبقاش شخص. هو فيه وفيه. في بيبقى بقى خلاص انا ما عدتش هسمع كلام حد وهاخد قراري بنفسي وادي القرارات خدتها من الناس وفشلت. وفي بيبقى بقى خلاص لا، طب اعمل ايه يا ماما؟ يبقى ماما بقى اللي تقول لي طالما هي اللي قالت لي. عملنا شخص مهزوز بقى طول الوقت. فهي انا في الحالتين عملت شخص مش مظبوط نفسيا. اما ان انا خليته عنيف جدا وخليته ما ياخدش قرار الا من دماغه وما عادش يعتمد على حد، او خليته اعتمادي جدا ودايما يدور على الاخرين عشان يدوا له قرار، وخليته معدوم الثقه في نفسه لانه فشل. يعني انا ما خليتوش ينجح في حاجه، اللي هو مثلا هو انا عارفه ان هو بيكره دي ودخلته فيها غصب عنه. بمجرد ما بيفشل هو ما بيثقش في نفسه بقى خلاص. هو فاكر ان الفشل ده يخصه، لا، هو يخص الحاجه ان هو ما بيحبهاش. صحيح، هو مش قادر يذاكرها فغصب عنه. اكيد طبعا احنا بننصح الاهالي ان هم يفتحوا الدنيا بس لاولادهم، ما يجبروش حد ان هو يعمل حاجه، لكن ابتدي شاور له على النماذج المضيئه، على الكليات اللي هو المتاحه طبعا، ده بالنسبه للمجموع. بلاش اللوم بقى خلاص، لانه اللي فات فات. نشجعهم، نساعدهم في الاختيارات، اختيار الرغبات، وفي نفس الوقت ايه، نسيب لهم مطلق الحريه هم اللي يختاروا، لان ده مستقبلهم. كل الشكر لحضرتك، حضرتك شرفتينا يا فندم. الدكتوره سمر كشك، استشاري الصحه النفسيه، شكرا جزيلا لك. الله يكرمك. شكرا جزيلا دكتوره.